مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، نحييكم من قناة عمان الثقافية ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. السلطنة تشارك العالم الاحتفال بيوم ساعة الأرض. إطلاق الدورة الأولى لمهرجان القدس للسينما العربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض الذي يأتي آخر يوم سبت من شهر مارس من كل عام، وهو حدث ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة على مستوى دول العالم. وانطلقت فكرة هذا اليوم من أستراليا عام 2007، ومنذ ذلك الحين نمت لتشمل أكثر من 700 مدينة وقرية حول العالم. وتهدف الفكرة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في رسالة لحماية كوكب الأرض والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتوعية الأفراد بأهمية التقليل من استهلاك الطاقة. بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب قيود كبح تفشي فيروس كورونا، انطلق مهرجان القدس للسينما العربية في دورته الأولى بمشاركة أكثر من 20 فيلما ما بين الطويل والقصير. ويقدم المهرجان فعاليات متنوعة إلى جانب عروض الأفلام كإقامة ندوات وورشة عملية في عدد من المجالات الفنية. وتقام العروض في مختلف المراكز الثقافية في القدس، حيث تقدم هذه العروض بالمجان، إلا أنه يشترط على الراغبين في حضور الفعاليات تقديم البطاقة الخضراء التي تثبت تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا. ارتبط المزارع العماني منذ قديم الزمان بزراعة محصول قصب السكر الذي يحتاج لعام كامل للنمو حتى يتمكن المزارعون من حصاده واستخلاص ما يعرف محليا بالسكر الأحمر. التقرير التالي يتابع مراحل حصاد وعصر قصب السكر في ولاية بهلة بمحافظة الداخلية. يولي المزارعون في محافظة الداخلية عناية خاصة بمحصول قصب السكر الذي تكثر زراعته في عدد من ولايات المحافظة، حيث تتربع ولاية بهلة على قائمة الولايات التي تزخر حقولها بهذا المحصول الذي يحتاج إلى عام كامل في الحقل حتى يبدأ حصاده. في معاصر قصب السكر التي أدخلت عليها الميكنة الحديثة لاختصار عامل الوقت والجهد ومضاعفة الإنتاج، يباشر المزارعون إلى استخراج عصير قصب السكر تمهيداً لتحويله إلى ما يعرف محلياً بالسكر الأحمر. أنا تو 8 سنوات الشغل هذا مشغول، والسكر هذا ما بان حرفة ما نطلق لها، لأن من زمن الجداد هذا استوى الحنا، وإحنا عندنا توراثة منها ورثناها، والسكر وحدنا نزرعه، وشيء من القصب السكر جينا من مكان ثاني، بيجي من ولاية بهلة، ولاية حمراء، ولاية منح، ولاية سكي سمايل، ولاية سويق، وعندك سحور. يغلى عصير قصب السكر في مراجل خرسانية لمدة تصل لنحو ساعتين قبل أن يتم تجفيف العصير في أحواض خاصة لمدة تتراوح من يوم إلى يومين. أول يجي في الماكينة، من بعد يجي في البرك مال الشارق، ومن بعد نحوله من برك الشارق إلى المرجل. المرجل انا اخلي في المرجل، نصفي هذا من شان التراب من شان اوساخ وكل شيء، نقه برا. بعدين ساعتين ساعه ونص طبخ ماله يخلص، نقه الفراك يتجفف على اساس يكون يوم يومين اللي سوينا فوق الجربان. يتم استخدام الاظرف المصنعه من سعف النخيل لحفظ السكر المنتج محليا، وبعد ذلك يجري تسويقه محليا، حيث يدخل السكر في صناعة الحلوى العمانية وغيرها من الأغذية والمشروبات في المائدة العمانية. ومن المتوقع أن ترتفع كمية الإنتاج من السكر المصنع محليا هذا العام نظرا للزيادة الملحوظة في المساحات المزروعة. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية بهلة. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل.
خميس أبو سعيدي، ذاكرة 50 عاما في مهنة خياطة الملابس الرجالية. أهلا بكم مجددا. أعلن مهرجان سونار للموسيقى الإلكترونية عن إلغاء فعاليات دورته للعام الثاني على التوالي المقرر إقامتها في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك بسبب جائحة تفشي وباء كوفيد-19. وأوضح منظمو المهرجان أن الدورة التي كان من المقرر إقامتها في يونيو القادم في برشلونة ألغيت وستقام في العام القادم في الشهر ذاته، وأن المعطيات الصحية والقيود المفروضة على التنقل وعدم وجود قرارات تنظيمية تتعلق بإقامة الأنشطة الكبرى حتى الآن تجعل إقامة المهرجان غير ممكنة. يذكر أن أول انطلاق لمهرجان سونار كان في عام 1994. بعدما بقيت محفوظة نحو قرن لدى عائلة فرنسية، بيعت لوحة نادرة للرسام الهولندي فان جوخ من حقبة حياته مقابل 13 مليون يورو خلال مزاد أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت قيمة اللوحة مقدرة بمبلغ يتراوح بين 5 و8 ملايين يورو. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. هذه اللوحة للرسام الشهير فينسنت فان جوخ بيعت بسعر نهائي بلغ 11 مليون وربع المليون يورو، أي ما يعادل 13 مليون و200 ألف دولار، بعد إعادة عرضها في المزاد للمرة الثانية. ولم يوضح مسؤول دار مزادات سوزبيد بعد سبب إعادة عرض اللوحة في المزاد، بعد أن بيعت بمبلغ 14 مليون يورو في وقت سابق من نفس اليوم. اللوحة التي تحمل اسم مشهد شارع في مونمارتغ، والتي يعود تاريخها إلى عام 1887 عندما كان فان جوخ يقيم مع شقيقه تيو في العاصمة الفرنسية، عرضتها سوزبيز في باريس في وقت سابق من الشهر الجاري بالتزامن مع توقيت عرضها لأول مرة للجمهور. وقالت كلوديا ميرسيي وهي بائعة بالمزاد: إن اللوحة إعادة اكتشاف حقيقية على الرغم من أنها نشرت في كتالوجات شاملة. وأوضحت أن اللوحة لم تظهر على الإطلاق مرة أخرى في الأسواق منذ أن حصلت عليها الأسرة التي تملكها، وبالتالي مضى أكثر من قرن الآن واللوحة في حيازة هذه الأسرة بشكل خاص. وتعد اللوحة واحدة من سلسلة لوحات رسمها فان جوخ، وتصور مشاهد في منطقة مونمارتغ الجبلية. ووصل فان جوخ إلى باريس في 1886 وترك المدينة في 1888 قائلاً إنه سئم من وتيرة الحياة الصاخبة هناك، وانتقل إلى جنوب فرنسا حيث قطع جزءاً من أذنه خلال نوبة مرض عقلي، ثم أطلق النار على نفسه في وقت لاحق، وتوفي بالقرب من باريس في 29 من يوليو تموز عام 1890. صانع للأناقة العمانية يمتهن الخياطة منذ 5 عقود ولا زال محافظا عليها. خميس بوسعيدي يعتبر من أقدم الخياطين العمانيين في خياطة الملابس الرجالية، شغوف بالعمل الحر ويقصده الكثير من الزبائن، باعث رسالة للشباب لامتهان العمل الحر. في زاوية من سوق نزوة، الكثير من محل التحف والفخاريات، وعند اقترابك من هذا المكان
يشد ناظريك رجل سبعيني العمر بهمة لا تكل ولا تمل، وهو يمارس مهنته التي يفتخر بها منذ 5 عقود. في كل صباح وبروح محبة للعمل الحر يتوجه خميس أنبو سعيدي بدراجته الهوائية قاصدا سوق نزوة، حيث محله الذي يزاول فيه مهنة الخياطة التي يكسب منها رزقه منذ 50 عاما. بدأت في هذه المهنة سنة 1970. من علمك يا هذا الحرف؟ علمني إياها أخوي رحمه الله. فعلى كل حال فتحنا المكان هذا هين تحت القامع، كانت يعني دكاكين قديمة. الإنسان لما يمارس عمل ويحب عمل فعلى كل حال يمشي في هذا العمل ويستحل في هذا العمل. وعلى صوت آلة الخياطة نغم خاص يطرب له ناقلا عينيه بين الإبرة والخيط، حيث الدقة والإتقان يفيد إليه الكثير من الزبائن الذين يتعاملون معه منذ سنين. يفتخر بما تصنعه أنامله وتتزين به الناس كالدشداشة العمانية الأصيلة. ما تجي عندي في الزبون وارحب بك وخوض عن الكلام طيب، تسمعي؟ أنت تحب تخوض عندي يعني أنا خيط عندي، تسمع؟ والسهل عندك. وعلى كل حال كهم مواطنين، تسمعي؟ ونحب بعضنا بعض بدلا من الأجنبي. أفضل ما يكون العمل الحر، تسمعي؟ الشيء تعني تبى تروح مكان ويصير عندك طاري، أنت حر. تلك هي اليد العمانية المنتجة، لا تعرف للعمر تحديا، فهو صانع للأناقة العمانية، حاث للشباب في التوجه إلى العمل الحر، ففيه من الخير الكثير. علي بن جمعة الريامي، محافظة الداخلية، ولاية نزوة. في ختام نشرتنا الثقافية هذا تذكير بأبرز العناوين. السلطنة تشارك العالم الاحتفال بيوم ساعة الأرض. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان القدس للسينما العربية. نشرتنا انتهت، ونلقاكم بإذن الله في نشرة أخبار ثقافية قادمة. هذا وتقبلوا تحيات فريق العمل. إلى اللقاء.